سلام عليكم طنجة. شو اللي صار المهرات؟ بو عسلامة اسمي مجدي محوي شو عم احكي 30 سنة أنا شاركت في المظاهرة الأخرانية متاع الكرادة لازم معايا كردونة شدوني عوين سيفين سيفين قريب 9 عوين فتقوني بالضرب وطيشوني من دروش فهمتني من بعد جاوني العوين الآخرين فهمتني تحرشوا بيا سحلوني في الشارع حبسوا بحم في وسطي معناها من الآخر فهمتني كذا في الشارع قدام الناس عندي شوط دوك انا شاكي بالعباد الكل اولا وزير الداخليه القيادات الامنيه كل في البلاد المدير الاقليم حسب حكى لي شهود موجود دوك انا شاكي بيه هو زاده شاكي برئيس المنطقه نتاع باب السويقه وشاكي بالعوان اللي تحرشوا بيا فتني وقطعوا لي سليبي عملهم لي كل فتني وتعرضت تست انا لانه يعني البوليسيه هذوك يهدوا فيا قالوا لي باش ندوك احنا في الايقاف باش نمشيو للايقاف نقول لهم راهو السيد هذا فتني هوموسيكسويال دوك باش يشدوني جماعه غادي باش يفتقوني من بعد يا اخي انا طلبت من الطبيب اللي عمل لي الفحص على بدني كامل وشاف الخير والضرب الكل قلت له كمل عمل لي تست انال باش تعرف لي انا مانيش هوموسيكسويال والبوليسيه قاعدين يتفرجوا وقتها باش البوليسيه بطلوا ما شاهدوني بالشيء هذاك خاطر خفت ديجا انا طلبت تست انال مشيت للقصبه هكا ليه هما هزوني انا راه شوشه مخطوف العمليه اللي صارت هي عمليه خطف على خاطر ما طلبت محامي وما جانيش وطلبت اغزر لي انا ما خلونيش نطلب حتى حد دخلوا نطلب محامي ولا خلوا نطلب معناها عائلتي ما خلوا نطلب حتى حد قعدت هكاك فهمتني والواحد ولا حكيت الكردونه اي كردونه نزلت معايا كردونه فهمتني شنو انا الكردونه ما جات هكا مربع وكل انا سكرتها كردونه ولات عباره ورقه برك وجيت لفيتها كيف فهمتني لفيتها بالوحده لفيتها بالقطره بتاعي لفلسطين دي فاسون كونو ما عادش معناها فهمتني تبين حاجه شنو انا كنت يا اخي هما فكوالي ولا باساس عطوني تريح خاطر هما جاهم اوردر من عند الشيخ قال لهم المظاهرات هذيا فهمتني اي واحد طري عنده كردونه فكوالي هذاك علاش صار المشكل حكيت من نوبه حكيت من نوبه زون من نوبه من غير ارادتي انا ما قريتش التقرير الطبي مانيش موافق على حكيت من نوبه مانيش مابول اكبر دليل انا خرجت بعد 24 ساعه انا تقريبا كنت نحسب السوايع صحيح نهاري في من نوبه معناها نهار ونهار لكن انا اللي عديته في من نوبه دروس الموضوع قريت 24 ساعه كنحسبهم بالوقت اي انا مفكر اذا كان انا شفت مابول صعب الطب نتاع من نوبه المختصين يخرجوني في 24 ساعه دونك لهنا فتني يحبوا معناها يردوني قدام الشعب التونسي مابول دونك انا طاعن ساعه في القرار تاع القاضي التحقيق ولا مش شنو صيفته خاطر عشريه نجم يكون حماس انا ما عرفتش بصيفته وقلت له وين المحامي نتاعي قال لي مش محامي قال لي انت لاباس قلت له انا عامل غريف دو فاسوفاج يا اخي كتب علي بانوا علي اثار القلق والتعب والارهاق النفسي وشنو نلقى روحي من بعد في منوب انا مش موافق على حكايه منوب ولا على الاقل ايقاف خير برجولي فهمني ولا حكايه الضرب ضرب كريت ضربه في مقتول راهو انا يضربوا فيه ثلاثه من الناس راهو واحد قال لي انا حاج بيتربي قلت له وانا راني كافر ما نمنش شد المينوت نتاعي بس هكا على يدي قطع حالي فهمتني من هنا فهمتني وتاخذ وتخلي يضرب فيا طاف 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 تحته هذا عون بزي نظامي اكحل وعنده ثلاثه نجوم هو اللي عمل الشيء ذا تسكت بهم ولا انا شاكي بالناس الكل شوف انا شاكي ساعه عملت معناها عملت شكي اوفيسيال اي شكي اوفيسيال نبداو بالواحد بالواحد انا شكي ساعه فهمتي بالشخص اللي قطع لي السروال بتاعي اللي هو سيفيل سيفيل واحد اخر مسني ثلاثه مرات مره في الشارع في القصبه قدام العباد قدام البوليسيه قدام الشعب التونسي الكل وهو عمل نفس الحركه في وسط الباك وعمل نفس الحركه في وسط المركز هذاك متهم بتحرش جنسي ابار الضرب ابار الخوف ابار الحب علي انت الكل واحد اخر هذا حاجه هذا اللي هو انا ما عجبتوش خاطرني انا كافر انا نحب السيد هذا فهمتني السيد هذا فهمتني نحب نتبعه هو سلطو بالذات لانه هو فهمتني ما رحمني السد عندي قال لي انت كافر مش وريك انا كفار اش عمل وشا وركح فيه بالضرب دونك من الناس هذوما انا متبع على السحل وعلى التحرش وعلى التهديد بالاغتصاب وعلى التهديد بخطر رئيس المركز حتى رئيس المركز شاكي بيه على فكره لانه يعني هو تهددني قال لي باش عمال باش نعديك توا تستنال بار القضايا كل اللي عندك باش نزيد لك قضيه نتاع هوموسيكسواليتي قلت له انا ديجا لاباز 5000 حركه عامل هنا مع عشيات في موجورة الموضوع هذا لانه هو يحب يسكر جمعيه شمس وانا لاباز جمعيه شمس اصحابي معناها فهمتني كيف دونك انا ما يقلقنيش تحب تعدي لي تستنال يعدي لي تستنال ما يقلقنيش فهمتني هذاك علاش انا كمشيت شرنيكول باش يعديو علي على اثار الضرب وقايد الطبيب شنو الضرب اللي كليته الكل في تقرير طبي وغيره انا قلت له عمل لي تستنال على خاطر ثلاثه بوليسيه تفرجوا ديجا يهدوا في وسط الكهرباء قالوا لي احنا باش نعطيه هزوك البشوشه راه باش نقولوا لي انت هوموسيكسويال راه باش يشدوك غادي ينكحوك دونك انا اوتوماتيكمون طلبت انا طلبت انه يتعمل لي تستنال في وسط السبيطار وتعمل له وطبست وجاب الكوندويت وقعد فقد وكل شيء شافني مانيش هوموسيكسويال لكن في نفس الوقت شاف اثار التضريب نتاع ثلاثه صوابع اللي دخلوا في خاطر السيد هذا الخامس اللي قطع السليب تاعي في وسط المركز اللي هو نفس ما تحرشوا بيه اللي تحرش بيه ثلاث مرات لان نحب نتبع السيد هذا فهمتني شاف اثار التضريب اللي عندي
فهمت كيفاش ولا فوالا. وبعد في اللقاء كيف كيف زدفتني حسب برشا حاجات برشا تفاصيل حسن وتتمشى صحصح الاوراق وصححش على صححت حتى ورقه جوج كما تنوم. انا الناس سالوني في المركز ولا خل... ولا 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 خلوني اتصل بمحامي ولا خلوني اتصل بفرد من عائلتي ما خلوني اتصل بحتى حد. انا مخطوف انا ركبوني في كرب يحوسوا فين بلاصه بلاصه في توم الجيري واللجنه نتاع التعذيب تلوج عليهم بقعه بقعه بيجيبوا لي محامي يجيبوا لي كذا وهما هاربين بيا من بقعه بقعه. انا على فكره شاكي برئيس المنطقه نتاع باب السويقه لانه انا حاطيني نطيش ساعه في الكرب قدام باب السويقه فهمني باش يخبوني. وصحيح المنطقه تاع باب السويقه ما وافقتش انا دخلني الداخل فهمني باش يهربوني وكل. اما زدكم الجماعه اللي في المنطقه الملعوان يتحمس ليهم رئيس المنطقه اللي هو في باله واللي هو فهمني انا بقيت نطيش قدام المركز نتاع باب المنطقه تاع باب السويقه تقريبا الساعه. تحس فيه ثم تعاقب اللي كنت خاطر تبع في كوليني ولا حاجه؟ اي فعلا يعني انا مدون يعني العباد اللي جاوني كلهم سيفيل ولابسين بالكدي بكدي راهو فهمني. وخاطر بحكم انا كرزونا معناها كاتب اللي لقيت امنيه تحمس وليتها وغيره وحملت قيت مسؤوليه القيادات الامنيه الكل في البلاد مسؤوليتهم وحسبتهم بالاساس. القيادات الامنيه شافتني البارح تعرفت عليا عرفتني حابه تخلص مني القديم وجديد عملية انتقاميه منتي شنعاء فهمتني اللي صار فيا راه مش شويه راه صار فيا مش شويه. انا وحدي نلقى روحي نواجه في زنفليك نتاع بوليسي فهمتني بطريقة وحشية معناها الضرب اللي تعرضت له والشيء غير عادي فهمتني أفر المرزبيل وأفر الهان وأفر الضرب باش نحكي لك شوية. مع على كل حال أنا إنسان قوي أو شو أنا ما نحبش إن العباد تضرب. هما الشيء ذا عملوه باش يكسروا لي شوفتي أنا وباش يخوفوا الناس باش حتى بعد شعب الشارع. لا أنتم زكم تهبطوا للشارع وزكم تدافعوا على رواحكم وأنا واحد من الناس ما عادش نهز بلايك جملة راه أنا مش عاود نهز أي حاجة باش نكتبها باش نكتبها في كاردون باش نذكر الشهاد بالجريمة اللي عملها ضد 11 طفل فهمني وباش نذكر العباد زاد ريال على خاطر كاردون نلقى روحي في منوبه ونلقى روحي في اللقاء في بوشوش. هذا هو شنو يحبوا يعملوا المدونين هذا هو التعرض المدونين اللي قاعد يصير بطريقه ممنهجه. هم يحبوا يخوفوا الناس انتم توصلوا لهم وما تخافوش فهمتني اكليتها تريح راه اما راني وقفت لها وقفه نتاع قلب اسد وهذاك هو المطلوب. تعرف واش تحسها تريحها اي مدون هذه نقول اي مدون ولا اي ناشط تعرف واش تحسها تريحها من عند المجرمه هذوما نعتبرهم مجرمه على فكره واللي عمل الشيء ذا. الوقت اللي انت تاكل تريحها تتبكى اما كي تواجهها بقلب هكا تبدا انت تواجه في البوليس وتنقبله في عينيه وتقول له انت ما عندكش الحق وتدافع على روحك في وسط المركز وقتها ما تحسش بقوه التريح. هذاك هو اللي صار انا التريح حسيت بها وقتاش في اللقاف من يوم غدوه بعد ما انهكني الاضراب الجوع الوحشي اللي انا عملته غادي في وسط اللقاف. وعلى فكره انا حاب نشكي زاد بمدير اللقاف نتاع مدير الوحده اللقاف تاع بوشوش تعرف علاش لانه جاوا البارح العباد في الليل اللجنه جاتوا في الليل باش تعمل لي تقرير وكذا لا خليهم يصوروا معايا لا خليهم يحكيوا معايا لا خليهم يكتبوا تقريرهم لا خليهم يسالوني حتى سويت ما خليهم ما خليهمش يخدموا خدمته ما خلوهمش يكلموا لي محامي ما خليهم يعملوا حتى شيء ما خليهمش يخدموا دونك هذاك شيء كبير زاد لانه فهمتي فما مشهور صريح يسمح للجنه الدوليه لمناهضه التعذيب فيها مدام دريدي محاميه وفيها ام وائل بنوار مدام هذيك نسيت اساميهم وفما زنسي اخرين محترمات انا احترمهم برشا ونحبهم على الاخر فهمتني ونشكرهم بالمناسبه اليوم فهمتني جاوني غادي اللقاف سينو راني حسيت روحي تونس معناها عملت فيه اعمال خبيث ومع ذلك مدير اللقاف تاع بوشوش انا شاكي به لانه هو ما خلاهمش يخدم خدمته وهو يعرف ان عنده منشور لهذوكم بالذات يسمح لهم يدخل اللقاف خاطر فما جماعه اخرين يدخلوا مثلا للسجون هذوكم بالذات ينجموا يدخلوا اللقاف معناها تاع بوشوش وعنده منشور في الحكايه ومع ذلك ما خلاهمش يخدم خدمته. فهمت كيفاش؟ وعلى فكره هم رفعوا تقرير وزير الداخليه بالشيء هذا وقالوا له راهو الرئيس المدير نتاعك ما خلاناش نخدم. انت عملت شكايه اوفيسيال ولا؟ عملت شكايه اوفيسيال للمحامين تاع البلاد نشكرهم بالمناسبه نشكر مدام نادي نشكر سيهادي نشكر محامي سيدالي نشكر جميع الناس الكل نشكر برشا عباد انا فما عباد وقفت معايا مش رمال اللي في تونس واللي خارج من تونس اللي مشاو كل محامي فهمتي وكلمهم لي هنا من تونس فهمتي اصدقائي انسان قبل رجال باش في بالك نشكر مريم منور نشكر الحزب نتاعي اللي وقف معايا وبعث لي محامي زاد نشكر ونشكر برشا عباد نشكر مثلا حنابل وهيبه بعث لي محامين حتى فاميلتي وكنت لي محامي الناس كل فماش واحد في البيت ما كليش محامي وفماش محامي خذ علي بدوره على فكره باش في بالك كلهم فنتي مشيو فنتي متطوعين يلوجوا عليهم بقعه بقعه مره في منوبه مره في اللقافه مره في المركز ومره في بلاصه فهمني. نشكرهم الناس الكل ونشكر حتى اصحابي انا عندي اصحابي برا فتي انا سانيا وسونيا بالمناسبه كيف كيف زاد وكلوا لي محامي الرابطه نتاع الحقوق الانسان كلموكش انا ديجا كلفت الناس الكل كلفت الرابطه وكلفت مدام رضي نصراوي اللي هي نتاع اللي هي نتاع المنظمه تاع التعذيب ان هي باش تترافع عليه في القضيه وكلفت مريم منور لانه مريم منور عندها برشا محامين منهم سيدي هادي ومنهم سيدي فتحي. انت امر توقف ولا لا اللقاف نتاع بوشوش هذه اول مره يصير لي انا عمري ما صار لي قبل ومنوبه هذه غريبه انا مره واحد يهزني منوبه هذه يقضني فيها غريبه معناها لا الشيء اللي صار لي غير عادي راهو يحب يخافوا العباد اسمع راه وانا راني انا مانيش خايف راه شو مانيش خايف انا صار فكره راه ريت انا مهدد راه انا مهدد
انا توا اي بوليس تعدى قدامه ينجم يرفق لي قضيه عادي على الاخر. فهمت كيفاش ولا؟ لان هما توا يحبوا يغرقوني توا وليت مواجهه كامله. راه انا رافع قضيه من الناس الكل، وزير الداخليه رفع بي قضيه، راه مدير الامن رفع بي قضيه. تعرف علاش؟ لانه مريم منور كلمتهم الزوز ديجا رفع بهم قضيه مريم منور على فكره، لان حذرتهم انه فما مواطن حياته في خطر وعلمتهم، واذا تسمى تقاعس على اداء الواجب. انه انت وزير الداخليه يعلمك مواطن يقول لك فما واحد في خطر قاعد يتعرض للتعذيب والضرب وانت ما تدخلش، دونك هنا وزير الداخليه يتحمس فيك ولا شاكي بيه. وعندك مدير الامن كيف علمته مريم منور وقالت له راه المواطن هذا قاعد يتعرض للضرب وتحمل مسؤوليتك وروز كذا كيف زاد مريم منور شاكي بيه. فهمني؟ وابار بسويقه قصدك كيف المنطقه نتاع بسويقه، رئيس منطقه بسويقه كلمته مريم وهو فكره ما لحد شيء، دونك هو زاد يتحمل مسؤوليته هذاك. هكا مريم مش قادر رفع بكم ثلاثه قضايا، هذا بار قضايا باش نفحها بكم مريم. لأنك أنت يا وزير الداخلية عندك أعوان يعملوا في الممارسات نتاع عباد حيوانات، الحيوان ما يعملوش هكاك على فكرة، الحيوان يعملوا باحترام، يوكلوه شربوه تو كشوف الياباني يلبسوا فيهم في روب ويلبسوا فيهم في الجينات وحوايج، أما أنتم تعاملوا في هذاك إيقاف يا شو اسمك أنت، اسمعني يا وزير الداخلية، هذاك إيقاف هذاك مش بلاصة نتاع حيوانات أنت حاط فيها الناس، هكا تعاملوا في العباد. فهمتني؟ أبار برشا حاجات ما تحبش تحكي أنا بورديتاي تو، فهمتني؟ شيء شفته في السبيتار على الأقل الستاف ميديكال عاملني بأمور إنسانية كل شيء. أما أنتم على فكرة ولا منظومة صحية باهية، وأنا ديجا عايشتها وشفتها وشفت العباد كيفاش تعامل، ولا خلي عاد المنظومة العدلية عاد في تونس البوليسية كيفاش تعامل في العباد في المراكز وغيرها. أنت وزير الداخلية ما تحترمش المواطن التونسي. برا يمشي يدهن يا وزير الداخلية، برا يمشي يدهن الإيقاف اللي تحت المحكمة يرحم والديك، هذاك مش إيقاف راهو تعامل في عباد كحيوانات. أنا فهمت علاش يسرق بورتابل يخرج على يسرق بورتابل واحد آخر، صراحة كنت حاطه في إيقاف كيما هكاك يا وزير الداخلية يلي ما تحترمش حقوق الإنسان يصير أكثر من هكاك. فهمت كيفاه؟ ولي عندك أنت مدير الأمن على فكرة شاكي بكم الزوز، أنا راه والله ما نتبعكم من آخر نهار في حياتي. أسمع نقول لكم حاجة، شوف أنت ما دام تخلص ما عندك ضرائب نتاعي، عندك أنت الشهاد وعندك أنت وزير الداخلية وعندك أنت مدير الأمن نتاعنا في تونس، ما دام أنتم تخدموا تخلصوا عن الضرائب نتاعي أنا تحترمونا تعطونا حقوقنا تحترموا حق الموقوف. أنا تو مش ندافع عن حق الموقوف ما دام أنا وليت موقوف، دونك أنا عشتها مش نحكي على حاجة ما عشتهاش. فهمتني وزير الداخلية ولي أنت تحترم الناس؟ شبيل عباد هكاك هذيك الماكله توكلوا فيها يا اخي كان شنو؟ راهو واسمه يحط لهم في صحفه كي بلاستيك كيما كل صحفه قبل نشوفوها احنا حشك عند الكريب بشكله فيه. والله الكلب مدلل راه ما عادش يحطوا له صحن كيما هكاك. شبيكم تاكلوا توكلوا العباد هكاك؟ ما كليتش حتى شيء على فكره، ما عنديش فيهم ثقه، في بالي باش يسموني انا ما كليتش عندهم شيء. هذاك اش عملت؟ ضرب وحشي نتاع جوع. فهمت وزير الداخليه؟ فهمت؟ اغزل باهي راح يغزل. شوف والله ما نبقى نتبع فيك الاخر نهار في حياتي بالقانون، بالقانون باش نعيفك في حياتك، لانك انت بالقانون مش بالقانون، مش نهد فيه انا طب بالعنف، لا نهد فيه بالقانون، انت بالقانون وزير الداخليه ويا مدير الامن والله ما نعيفكم في حياتكم الزوز. عندك انت والرئيس مركز القصبه اللي هد فيه قبل عمل فحص شرجي، انت زاد كيف باش نعيفك في حياتك بالقانون زاد راهو؟ فهمت؟ لانك انت هد فيه فحص شرجي. انا مانيش هوموسيكسويل، وعلى فكره الهوموسيكسواليتي راه مش عار ولا عيب راهو، الهوموسيكسواليتي سيت ان شوا ولا تولد مع البشر، وانا صحابي كلهم هوموسيكسويل وهي لا شرف انا داعي ولا حاجه نتنصل منها. فهمت كيفاش ولا؟ اما انت اللي عملتوه تسمى اغتصاب وتحرش ضدي انا، دونك انت باش تحاسب عليه تو. فهمتني؟ فوالا.